الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أقبل على أصحابه، أو كثيرا ما يقبل على أصحابه فيقول: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ ثم كان ذات غداة وقد صنع صنيعه هذا، ثم قال: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما أقعداني، وإنهما قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة وفي تلك الرؤيا العظيمة على عدة مشاهد ومواقف ورجال ودور ورياض، ورأى ملائكة، رأى أناسا يعذبون، ورأى أناسا ينعمون. وكان مما رأى أنه قال: ثم أتينا على نهر أحمر مثل الدم، وفي رواية: نهر من دم، وإذا في ذلك النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شطه رجل قائم عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يعود إلى هذا القائم فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، ثم يسبح ما يسبح، ثم يرجع إليه فيلقمه حجرا. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق، أي أكمل المسير. ثم انطلق ورأى ورأى ورأى. في آخر الرؤيا يقول الملكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في مثل نهار الدم فإنه آكل الربا، فإنه آكل الربا. لماذا نهر أحمر؟ ولماذا يسبح؟ ولماذا يلقمه حجرا؟ لماذا لم يكن عذابا مختلفا؟ ما السبب وما الدواعي؟ نقف وقفات مع هذا الحديث ومع هذا النص. أيها الأحبة، نحن في زمن تغشاه المادية وتحيط بنا مغريات الحياة الدنيا وزهرتها، ولا تكاد تجد طريقا لتحصيل المال وتنمية التجارة إلا ويدخل فيه الحرام من قريب أو بعيد. حتى من لم تصبه الربا قال: أصابه غبارها. نظام عالمي صعب، مفروض علينا من جهات وأوجه كثيرة، ليس هذا باب التحليل والتفصيل في هذا، لكن من أراد أن يتقي الله في ماله في هذا الزمن
في معاملاته في قروضه، فالطريق صعب وشاق وليس بالسهل المذلل. والسلامة من الربا في هذا الزمن وطلب تلك السلامة تحتاج منا إلى جهد ومجاهدة وسلوك طريق نحتاج فيه إلى عون الله ومدده. ففتنة الماديات والمغريات وحب المال المزروع في داخل كل واحد منا، وإنه لحب الخير لشديد وليس حب المال عيبا أبدا أيها الأحبة. يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان أو اثنان، حب المال وفي لفظ حب الدنيا وطول الأمل. حب المال مغروس في داخلي وداخلك، لكن كيف السبيل إلى الوصول إلى هذا المال؟ وكيف سنصنع بهذا المال؟ ومن في ماذا سننفقه؟ هنا السؤال وهنا الوقفة أيها الأحبة. يسبح في نهر أحمر مثل الدم، قال أهل العلم إنما كان أحمراً لأن الربا قوامه على الذهب والذهب أحمر، وقالوا لأن آكل الربا يمص أموال الناس كما يمص الدم. هذا تصوير بعيد، تشبيه المال أو تشبيه آكل الربا بمصاص الدماء. وأيضا أن الدم أيها الأحبة هو أصل أو قوام مادية الإنسان، صورة الإنسان المادية قوامها الدم. من الدم ينمو لحمه وعظمه وشعره وجلده وبشره، وهو مكون من دم في أصل خلقته. خلق الإنسان من علق، قالوا العلق الدم، علقة أي دم. هذا أصل تكوين الإنسان المادي، أنه مكون من دم. وهذا الدم وديمومته ودوام استمرار دورانه في الجسم، وهو مدد أعضاء الإنسان، وهو أصل شهواته وباعث شهواته. لذلك إذا أراد الإنسان أن يضيق على شهواته فعليه أن يضيق على مجاري دمه. ذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا؟ لأن الصوم يضيق مجاري الشهوات، هو يصغر حضور الإنسان المادي في هذه الحياة. لذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أراد الإنسان أن يجد القوة على مقاومة شيطانه فليضيق مجاري الشهوات في نفسه، وليقلل من نيل المباحات إذا كان يشعر أن تلك المباحات تدخل عليه شراً. أما آكل الربا فقد سيطرت عليه تلك المادية وغمرته وأحاطت به حتى لم يستطع لها مقاومة، فكان جزاؤه إذ لم يستطع مقاومتها في الدنيا أن يقال له: اغرق فيها في الآخرة واسبح فيها في الآخرة. إذ لم تستطع مقاومة مغرياتها وجاذبيتها، هكذا الجزاء من جنس العمل. فهو إنسان قد أحاطت به خطيئته، أحاطت به خطيئته. هي ليست الصورة الوحيدة التي تحيط أموال الإنسان والماديات في هذه الدنيا التي لم يستطع مقاومة، ليست الصورة الوحيدة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذه الإحاطة، هذا التطويق، صورة تتكرر مع أولئك الذين لم يستطيعوا مقاومة شهواتهم المادية ومغريات المال. أيضا صورة أخرى، يقول صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فمنع حقه صور له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيحيط به، في لفظ فيأخذ بالهزيمتيه أي بشدقه، فيقول له، أي هذا يصور له ثعبان
يتبعه ويحيط به ويعصره ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أنا حرصك. هكذا إحاطة ضيقة. ويقول صلى الله عليه وسلم في مثل المتصدق والبخيل: وأما البخيل فكلما أراد أن يتصدق لابس درع، يلبس درعا من حديد، قال: انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وضاقت عليه حتى تختلف أضلاعه. انظر إلى المال إذا لم يؤد حق الله فيه كيف يضيق على الإنسان. وهنا آكل الربا يضيق عليه بأن يحيط به وبأن يغرق فيه وبأن يسبح ويظل يسبح. وانظر إلى الصورة أنه يظل يسبح 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 بلا توقف، لأنه كان في هذه الدنيا يلهث يلهث وراء المال، ولا يكتفي ولا يشبع، بل يأكل الربا أضعافاً مضاعفة ويبحث عن مضاعفة المال بغير وجه حقه، ويخوض ويخوض ويخوض. فكان جزاؤه أن لا يستريح، ويقال له: هذه المادة التي كنت تلهث من أجلها الآن أيضاً الهث واسبح فيها واستغرق فيها كما استغرقت في الدنيا، وخض فيها كما كنت تخوض في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. يتخوضون، هذا الخوف، ولا يبالون أم من حلال أم من حرام، يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. أيضا أيها الأحبة، الخوض في الدماء، هناك إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ضمن هذا الحديث أن الخوض في المال قد يجر الإنسان إلى الخوض في الدماء. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلمة فإنه ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. الشح، حب الدنيا والحرص على المال، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على سفك دمائهم، حملهم على سفك دمائهم وانتهاك أعراضهم. وانظر إلى الدول العظمى والكبرى على مر عصور التاريخ، وانظر إلى الدول التي تسيطر اليوم على مؤسسات الربا العظمى في العالم، وانظر إلى أموال الدنيا كيف تصب في خزائن تلك الدول. هل كان ذلك النظام الذي يأتي بأموال الدول الفقيرة كلها ويصبها في خزائن تلك الدول، هل كان هذا كافيا لهم؟ بل لا، افتعلوا الحروب وخاضوا وشنوا الغارات على الدول من أجل أن يحصلوا على المزيد من المال، وولغوا في دماء اليتامى ورملوا النساء وقتلوا الناس وانتهكوا الحرمات من أجل المزيد من المال. ليعلم الإنسان أنه مهما نال من الربا ومهما نال من الأموال بغير وجه حق، فإن هذا لن يكفي، وسيكون شرارة توقد نار الحرص في قلبه، ليكون ذلك سببا في مزيد من الحصول، في مزيد من تحصيل تلك الأموال. وفي سبيل تحصيل المال مهما امتلأت الخزائن بالمليارات والتريليونات لا يكفي، لا يكفيهم ذلك، فلا يزال يتبع ويطلب مضاعفة الأموال بالربا وبغير الربا حتى يكون في ذلك هلاكه وفساد نظامه. وانظر إلى اليهود وحرصهم، واليهود أيها الأحبة هم مضرب المثل في المادية والحرص على الحياة والجشع في تحصيل الأموال وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على حياة، ثم ماذا يكون جزاؤهم؟ يكون جزاؤهم أن يقول الله سبحانه وتعالى: أحاطت به خطيئته، أحاطت به خطيئته. وأن هذا الحرص سبب في ذلتهم وضرب المسكنة عليهم. أيضا صورة أخرى أيها الأحبة، لماذا يلقم حجرا؟ قالوا ليعلم
أن هذا المال، هذا قول ابن هبيرة، أن هذا المال لا يغني عنه شيئا، فهو لا يأكل شيئا ينفعه، بل يأكل حجرا لا يكاد يسيغه، ويشق عليه مضغه، ويعسر عليه هضمه، ويكون له في ذلك النهر ثقلا على ثقل، ووهنا على وهن، ومشقة على مشقة. وكذلك آكل الربا أيها الأحبة، وكذلك آكل المال الحرام، لا يكون له ماله عونا كما في حديث مثل البخيل والمتصدق، بل يكون ماله عليه ضيقا، فهو حريص على تحصيله، وإذا حصله وحريص على كنزه، ويبتلى بالحاسد، ويبتلى بالسارق، ويبتلى بالمحتال. ثم ماذا؟ ثم يكون في هذا المال العذاب والعقاب والحساب يوم القيامة، فلا يحصل ولا ينال خيرا من ذلك المال. وإذا أعطي مالا ووفق لإنفاقه، لا يوفق لإنفاقه في الخير، بل يكون إنفاقه له في متع الدنيا وشهواتها المحرمة، ولا يكون عونا له على خير أبدا، وتمحق بركة ذلك المال، تمحق بركة ذلك المال. وإذا أنفق في الخير، يكون إنفاقه في الخير تافها بسيطا في مقابل ما ينفق وما يخزن ويكنس، وهكذا يكون عليه يوم القيامة وبالا وحملا ومشقة. ثم لماذا الحجر؟ لماذا لم يكن شيئا من الوسخ أو النجاسات أو الدرن أو أي أمر آخر؟ انظر، حجر، الحجر أيها الأحبة، مادة الحجر والتحجير والحجر مأخوذة من المنع، مأخوذة من المنع. يقال مثلا حجر صحي، فلان في الحجر الصحي، أي ممنوع من مخالطة الناس، ممنوع من الخروج. وهذا مثلا سمي العقل حجرا، إن في ذلك لقسم لذي حجر، أي لذي عقل. قالوا سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن فعل ما لا يليق، وكذلك العقل لأنه يعقل صاحبه، وكذلك الحكمة لأنها تحكم صاحبها، فكذلك الحجر. وهذا أطعم حجرا لأنه كان في الدنيا يحجر ماله، ويمنع صاحب الحق من حقه، ويكنزه. وانظر إلى الحجر كيف تجذب ذراته بعضها بعضا، وكيف تستجمع إلى بعضها. فكذلك كان هو، كان بخيلا يقبض المال ولا يخرج منه شيء، فكان كأنما هو حجر يقبض على ماله قبض الحجر على ذراته. فكان جزاؤه أن هذا الذي حجرته، وهذا الذي كنزته، وهذا الذي خزنته، كله اليوم إنما كنت تخزنه وتكنزه لتأكله في الدنيا، فكله اليوم وخذه وانظر هل يغني عنك. يقول: ما أغنى عني مالي، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يقول: الذي جمع فأوعى، الذي جمع مالا وعدده. انظر إلى الجمع والإيعاء، وانظر إلى التعلق الشديد والشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه ليست الصورة الوحيدة التي يصور فيها المال حجرا أيها الأحبة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: بشر الكانزين برضف من جهنم. الكانزين الذين لا يؤتون حق الزكاة، برضف من جهنم يوضع على نغض كتف أحدهم، برضف أي بحجر محمى عليه في جهنم، يوضع على نغض كتف أحدهم حتى يخرج من ظهره، ويوضع على ظهره حتى يخرج من كتفه. يقال له: هذا كنزك، وهذا ما خلق، هذا كنزك، وهذا مالك، وهذا حرصك. هكذا أيها الأحبة يصور المال لصاحبه دما، ويصور سعيه وراءه سباحة، ويصور حرصه عليه ولهثه وراءه بفخر الفاه، ويصور المال المخزون والمكنوز حجرا. وهذا كله
صورة بليغة لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغها لنا تلك الرؤيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إنفاق أموالنا في وجوه الخير، في وجوه الحق، في وجوه إصلاح الأرض وإعمارها، إنه ولي ذلك والقادر عليها. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المال وهذا حضوره وهذه أهميته هو قمام عيشنا، وعليه معتمد حياتنا أيها الأحبة، وهو منة الله علينا ونعمة، ونعمة صاحب المؤمن هو لمن أخذه بحقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الغنى والهدى والتقى والعفاف. هذه صورة المال الحرام وشيء من صورته في الآخرة. ثم ما هي الصورة وما الذي نطمح أن تكون عليه أموالنا في الدنيا وفي الآخرة؟ ما هي الصورة المقابلة؟ هذه الصورة القبيحة السيئة المذمومة التي يحذرنا الله ورسوله منها، وما هي الصورة الحسنة؟ انظر إلى أول تلك الصور. أول تلك الصور أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب، أي إذا جئت تطلب رزقك ومالك والفرص التي كتبها الله لنا في هذه الحياة، فاطلبها بطريق جميل، اطلبها بطريق جميل. إياك والرشوة، إياك والكذب، إياك والرياء والسمعة وطلب المال من غير وجهه، من الوجوه المحرمة، من سرقة، من ربا. ولا يكن تسهيل الربا سبباً أيها الأحبة يحملنا. بعض الناس يأكل الربا من أجل نقاط، وبعض الناس يأكل الربا من أجل أن المعاملة هنا تأخذ 3 ساعات وهنا تأخذ 2 يوم، وبعض الناس يأكل الربا من أجل أنه هكذا وجد أباه وأخاه وقومه، وبعض الناس وبعض الناس وبعض الناس، ولا يفكر أن هذه لقمة عيش أولاده، ومن هذا تنبت أجسادهم. لذلك يقول الصديق كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، في الحديث كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أيضا أجمل في الطلب، أي لا يكن السعي سعي الملهوث، سعي الذي لا يثق برزق الله، سعي الذي لا يتوكل على الله، هذا السعي المستمر، بل ليكن في حياتك وفي يومك وفي شهرك وفي أسبوعك وفي سنتك استراحات تستريح فيها من طلب الدنيا، وتأوي إلى الله، وتجعل من وقتك ومن جهدك ومن عقلك ومن جسدك لله سبحانه وتعالى، حتى تستريح في الآخرة، ولا يكون حالك حال ذلك الرجل الذي يسبح في النار ويسبح ويسبح ويسبح. بل إذا استرحت في هذه الدنيا وجعلت لك محطات تستريح فيها من طلب الدنيا يريحك الله إذا طلبت ما عنده. أيضا صورة أخرى أيها الأحبة، صورة الحجر
ليكن في مقابلها صورة الإنفاق والبذل. وفي مقابل هذا الإنفاق والبذل ما المسمى الشرعي؟ الزكاة. والزكاة تعني أمرين: التنظيف والتطهير، وتعني النمو والبركة. زكى النبت أي نما وكبر واستوى. فالزكاة زكاة المال تنمية له، وحجره تصغير له، وجمع له، وتقليل من قيمته. أيضا من المعاني أيها الأحبة، الإنسان يجمع المال خوفا من نوائب الدهر، خوفا من أن يقع وأن يحتاج. ويصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة بأنها بعكس ما يظن الإنسان. يظن الإنسان أنه إذا أخرج ماله وأنفقه بأن هذا المال سيحتاجه ويحتاج إليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتصدق يلبس جبة الحديد ثم لا يزال كلما تصدق اتسعت عليه حتى تعفي أثره وتكون سابغة عليه، فتكون سترا له وتكون إعفاء لأثره، أي كفارة لذنوبه. ثم انظر إليه صلى الله عليه وسلم يقول: المرء في ظل صدقته يوم القيامة. فالمال ستر لصاحبه، والصدقة ستر لصاحبها يوم القيامة، بعكس ما يظن الإنسان أن الصدقة في الدنيا قد تكشفه أمام نوائب الدهر، قد تكشف وجهه للحاجة. نعم، من لا ولا تبسط يدك، لا تجعل يدك مغلولة للعقد، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لكن الشيطان أيها الأحبة يخوفكم الفقر، يعدكم الفقر، فهو هذا تخويفه، هذا الذي يمنعنا من الصدقة، أننا نخشى الفقر، نخشى الحاجة. لكن حقيقة الصدقة الشرعية ومآلها في الدنيا والآخرة أنها ستر، وأنها ظل، وأنها حجاب بين المرء وبين ما يخاف في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، وينظر من أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أي هذه الصدقة الصغيرة قد تكون وقاية وحجابا وسترا وحرزا بين الإنسان وبين ما يخاف في الآخرة. وكذلك قال: الصدقة تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. وأي مصرع سوء أسوأ من هذا الذي يسبح في نهر الدم؟ وأي مآل سوء أشد وأشنع من هذا؟ فالصدقة وإخراج المال تقي الإنسان من هذا. وأختم بهذا الحديث أيها الأحبة، يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. تأمل الغنى وتخشى الفقر، أي تأمل إذا ادخرت هذا المال أن يكون سببا في حصول غناك، وتخشى إذا أنفقت هذا المال أن يكون سببا في فقرك وحاجتك وفاقتك. فهذه أفضل الصدقة، أن تصدق وأنت صحيح، أي لست في مرض الموت وأنت تظن أنك تموت. قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت قد لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، بل تنفق المال وأنت في أشد مراحل تعلقك به وحبك له. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه، تعلق أنفسهم به وتشوفهم ورجائهم لما قد يحصل لهم من هذا المال من ادخار أو اتجار أو تنمية أو إنفاق، وخوف مما قد يقع من إنفاق هذا المال من فقر وحاجة وسؤال الناس وبذل ماء الوجه في كذا وكذا. تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان هذا. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه
وثلث بالمؤمنين من عالم جنه وإنسه، فقال عز من قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويعافى فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في بلاد الشام، وانصرهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا، تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وسيجنبها الأتقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.